انا برد. اي مستثمر بيحسب ومن حقه، وده طبيعي. ليه طبيعي؟ لان هو في النهايه مش جايب فلوس عشان يفرقها، يعني هو بيعمل شغل عشان يكسب منه. الدوله احيانا بتبقى مضطره تخش في موضوعات امن قومي. اللي بيني وما بين الاتنين تلاتة مليون فدان ده هو طاقة عمل بس، مش كده؟ طاقة ايه؟ عمل بس، يعني تمويل بتاعها والكلام ده كله ولا ايه يا فندم؟ طب حد يقول لي طب ال 200 300 مليار دول لازم اعمل كده عشان ازرع الاتنين تلاتة مليون فدان دول وادخلهم في الناتج المحلي للدولة المصرية. ولو ان انا حلمت ان الكلام ده يطرح للناس في ظل المعطيات اللي انا بقول عليها دي، الاعتبارات اللي بتكلم عليها دي، ان هو مشروع بالطريقه دي صعب انه يتعمل، ما بقولش مستحيل. صعب ان حد يجي يقول لك طب انا هحط المبلغ ده في الموضوع. وانا بسمع كتير، يعني مرة وأنا قاعد كده بسمع، بجيب بحب أسمع جدا، ويسجلوا لي الحاجة وأكتب وأقعد وأقرأ عشان أشوف الناس بتقول إيه. فحد يقول لي المعاشات زودوها شوية. دكتور محي خدت ال 400 مليار هدفعهم أنا 40 تريليون. هدفعهم كام؟ 40 تريليون جنيه لغاية 52 لإجراء عمل ساعتها. إن المبلغ ده ناخده دون اعتبار، وانا بقولش الدراسه غلط ولا صح ابدا، لا والله، ان الموضوع ان ده هناخد المبلغ ده ونعمل بيه بنيه اساسيه للدوله ثم نبقى ندي المعاشات للناس. طب يا جماعه المعاشات دي اتعملت على دراسات اكتواريه واشتراكات بتتاخد بشكل معين، حصل زياده كبيره جدا في ده كله. ولما جت القضيه بقت كل شويه الله يرحمه، ها البدر فرغير كل ما يتكلم يقول يا اللي خدته فلوس الحكومه فلوس الغلابه. طيب جه الدكتور مصطفى، هنحل المساله دي يا دكتور؟ يا دكتور ما نحل المساله دي؟ ما نقول المبلغ ده كله احنا يا فندم، مش كده يا دكتور معيد؟ كام بقى؟ يعني ال 400 اللي اتاخدوا، حد قال لو قعدوا زي ما هم في البنوك، زي ما هم في البنوك من المدة بتاعت ما اتاخدوا لغاية ما خدنا القرار وقلنا عوايدهم قد ايه وقلنا المبلغ ده كام، خدوه يا بتوع المعاشات، تفتكروا الرقم اللي كانت الدولة هتحطه بالطريقة ديت يكفي يا دكتور محمد للرقم اللي احنا بنديه دلوقتي؟ اتفضل. يعني الرقم اللي بنديه دلوقتي، يعني لو خدنا السنة المالية الحالية هندي 196.6 مليار، والسنة القادمة قول رقم يتحفظ يا أخي، ما تقول 200، ما تقول 200 مليار، قول 200 مليار يتحفظ 200 مليار. ويعني احنا عاملين حسابنا انه في خلال 7 سنين بدأت من دي السنة الرابعة، يعني فاضل 3 سنين هنكون دخلنا على 1.7 تريليون في خلال هذه المدة، والدراسة معمولة على مدة 50 سنة تنقل الخزانة العامة للدولة خلال الخمسين سنة اللي بدأت من ما طلعنا قانون 2019 هيكون 45 تريليون. طبعا المبلغ اللي اتاخد اللي هو من خلال تحويل الفوائد بتاعت نظام المعاشات على مدار فترة طويلة لبنك الاستثمار القومي، الصراحة كانت بتستخدم طبعا في يعني الخزانة العامة للدولة بتمول بيها الخطط الاستثمارية بتاعتها، وبالتالي ما خلقتش فوائد او عوائد لاموال التامينات والمعاشات، الى ان اصبحت المشكله كبيره جدا في قدره النظام، او لن تكون هناك قدره للنظام على انه يسدد المعاشات وفقا لاحكام القانون. فالحل اللي اتعمل ده اللي احنا بداناه ب 160 مليار 170 180 190 و200 ده اللي هو يقدر يضمن قدره هذا النظام على سداد المعاشات. طبعا المشاكل كانت تراكمت فترة طويلة أثرت على معاشات الناس، وده كانت الشكوى اللي هو الفرق ما بين اللي هو كان بيقبضه وقيمة المعاش. أعتقد الحلول اللي عملناها دي داخلة في الحل، لكن اللي دخل وحل المشكلة
هي الخزانة العامة للدولة وليس النظام نفسه، لأن النظام نفسه ما كانش قادر أن يحل المشكلة لأنها تراكمت من سنة 1975 لغاية ما حلناها في 2019. برضو تاني بقول الكلمة، اتفضل دكتور محمد. أنا بقول الكلمة ديت ليه؟ لأن لما اتحلت المسألة ما سمعتش حد يتكلم. لحد بيتكلم تاني يقول لك ما تزودهم بقى. واللي بيتكلم ده بيقول لك ما تزودهم بقى، ده راجل اقتصادي وكان مسؤول في البلد. انت بتتكلم بفهم، بعلم، بمسؤوليه، بامانه ولا ايه؟ انا بتكلم على الهوى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ شوف، لو انا مش عارف شغلي ما اعرفش اقف الوقفه دي. ولا يا خالد، لو مش عارف انا بعمل ايه مش هقدر اقف الوقفه دي خالص. وكل واحد يقول اللي هو عايزه واقعد انا ايه اسمع منه قال بتعلم يعني. لا 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 والله، كل موضوع من اللي انتم بتتكلموا فيه في اي قطاع من قطاعات الدوله خد جهد من اول ما بدانا لغايه دلوقتي ولغايه لما امشي من هنا. وجهد مش تنظير، فكره حل المساله. حد تاني يقول لي الله، طب ما انت قاعد تنفق اهو، بتقول 200 مليار و300 مليار على الزراعه، ما انت معاك فلوس اهو، مش كده؟ طب ماشي، هو كل اللي معايا كام؟ ودايما اقول الكلمه ديت عشان تبقى واصله ليكم. دوله زي مصر بعدد سكانها دي عايزه لها تريليون دولار في السنه تصرفه. تريليون دولار يعني 19 20 18 تريليون جنيه. الموازنه كلها كام؟ كام يا دكتور؟ مش اتنين وشوية؟ مش كده يا دكتور محمد؟ اتنين نصهم ايه؟ مش كده؟ لو احنا مش منتبهين ان ده حال مصر هنتكلم لغة مختلفة خالص، وتقعد تطالبني وتتكلم وتشكل رأي عام على ان الدولة واللي قائمين عليها هيضيعوها. وأخشى إن اللي بيضيعوها هم اللي بينظروا عليها. فعشان كده كنا محتاجين نعمل ده، ونعمل ده في كل شيء. في الاقتصاد؟ أيوه. في التعليم؟ أيوه. ونتكلم ونقعد نتكلم كتير ونقول اللي إحنا عندنا والدولة تقول اللي عندها. وحد يطرح حلول. ونجري نشوف الحلول دي نقدر نعمل منها قد إيه. نفس الكلام في الإعلام. نفس الكلام في الثقافة والفكر. أنت لما تيجي تقول النهاردة يعني الدراما ستتعامل مثلا مع مشكلة السويدة السكانية اللي بقى لنا، الزيادة السكانية اللي بقى لنا أكتر من عبد الناصر اتكلم فيها. والله يرحمه، الله يرحم عبد الناصر، والله يرحمه السادات، والله يرحمه مبارك، اتكلم فيها. ما حدش حلها. والرئيس مبارك الله يرحمه ما اتكلمش، اتكلم فيها. ما اتحلتش. طب ما اتحلتش ليه؟ يا ترى المؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات التعليمية اشتغلت وتضافرت الجهود في رؤيتها لهذا التحدي وإن هو عقبة في طريق تقدم هذه الأمة ولا لأ؟ وإن فهمنا للموضوع دوت بالطريقة ديت لن يكون أبدا مسار إصلاح لهذه الدولة أبدا. يعني هل إحنا عرفنا نعمل ده؟ هل رجال الدين عملوا كده؟ طيب ما تقول له الراجل، يقول له ماشي يعني ايه؟ يعني انا عارف ان والله ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. صحيح انا عارف كده، بس برضه في كل الفهم للاحاديث والنصوص بتتكلم على انك انت في اطار قدراتك. في اطار قدراتك مش في اطار قدرات الاخرين ولا حتى قدرات الدوله. لان الدوله مش مسؤوله ومش من الصح إنها تصرف على الأسر. ده معنى دعوة للأ؟ لا ما أقصدش كده. أنا بتكلم على الفكرة. الفكرة اللي موجودة ومترسخة في نفوس كتير من مواطنينا. وزي ما قلت المرة اللي فاتت، يا ترى في مواطن وهو جاب ثلاث أربع أولاد قال لهم أنا بحب الأولاد كتير يا أولاد. أنا مش عارف أشغلكم. أنا مش عارف أجوزكم. أنا مش عارف أعلمكم. أنا مش عارف أأكلكم. أنا الغلطان. لا ما بيقولش كده.
ده بيقول لهم الدولة ما شغلتكمش، الدولة ما أكلتكمش، الدولة ما سكنتكمش. إيه ده؟ اللي ساب البناء الفكري ده يترسخ في وجدان المجتمع على مدى 50-60 سنة هو لم يقوم بالجهد المطلوب. أولاً قد لا يكون قدر ينظر ويشخص القضية والعوار فين، ثم يحط لي خريطة تتنفذ. يا فندم تتنفذ، تقوم البلد من 4 ل 14 ل 40 ل 60 ل 80 ل 104، وبعدين بعد كم سنة يبقوا 150. يا ترى كل اللي احنا قلناه هيقدر يلبي ويعمل قوة دفع هائلة لقدرات مالية للدولة تجابه ده؟ يعني أنا هقول نظرية متفائلة جدا إن احنا كل اللي انتوا قلتوه عملناه. شوفوا إن ما لقيتوش الدولة دي دخلها بيقفز ويتضاعف كل 3-4 سنين على الأقل، يعني 2 تريليون يبقى 4. الكلام ده أنا بعد أقوله عشان كده قلت أكتر واحد بيقاسي معايا مين؟ الدكتور مصطفى والله العظيم، يعني أنا متهيألي كبرته قبل أوانه يعني، لأنه كل ما بنتكلم له ولا حاجة، يقول لي أقول لهم ولا حاجة لسه بدري قوي، اللي إحنا فيه صعب قوي. الرقم اللي أنتوا جايين فرحانين بيه، والدكتورة هلا عندها ابتسامة جميلة تقول لي، أقول لها يا دكتورة مش عايزين نضحك، قولي لي كلام يقدر يحل البلد دي ويطلع بيها قدام وتبقى ليها مكانة وسط الأمم. اوعى تفتكروا حد بينجح يجيب 90% في الثانوية العامة كده، لازم يذاكر ويشقى ويتحرم من الراحة وكل حاجة عشان يجيب النتيجة دي. عايزين البلد دي تطلع قدام، يبقى لازم كلنا مع بعض كده نقف نحشد ونشتغل. مش عارف هقول لكم حاجة كده بس مش هجيب أسماء دول، يعني لما اتكلمت على الرصيد الشعبي محدش استوعب الفكرة. أنا اعتبرت الرصيد الشعبي حشد لمسار أستفيد منه. طب إزاي؟ يعني إيه الكلمة اللي جبتها منين؟ أنا اعتبرت المسار بتاع الحرب العالمية الثانية لدولة ما كلكم عارفينها الناجم عن ممارسة شعب لدمار حصل فيه وهو دولة كبيرة قوي. استخدموا الرئيس اللي مسك الحكم بعد منه كمسار فكري لبناء الدولة وتحمل تبعات البناء، لأنه هو لو كان ساب المجتمع ده 20 سنة كان فقد اللحظة، كان فقد يا فندم. لكن هو استفاد من أن في بناء تراكمي في وجدان المجتمع ده اللي اتضرب بعد ما كان دولة كبيرة جدا جدا وكان ملء السمع والبصر، وراح مستفيد منه وراح واخده معاه رصيد يشتغل بيه عشان يبني الدولة ويستعدها ونجح. ما قالش طب أنا طب بيضة في الأسبوع، بيضة إيه؟ بيضة في الأسبوع. طب هو حد قال بيضة في الأسبوع؟ رغيف في اليوم، هو حد رغيف في اليوم؟ عايزين تبقوا خلوها بلد زي الفل. معانا ارجع تاني بس اقول فالنهارده احنا انا بسمع في عن البلد دي من 50 سنة، من ايام ما كان هيكل بيكتب بصراحه الله يرحمه في الجورنال كل يوم الجمعه، اقعد اقراه واسمعه كمان لما بيجي يتناول الموضوع ده في آخر النهار عشان اللي ما قراش يسمع، وكانش فيه حد بيتكلم غيرهم، وبالتالي كان السياق الفكري للدولة ماشي في مجاله. احنا قدرنا نعمل كده؟ ده الراجل بيكتب الجرنان في الجمهورية ولا الأهرام ولا الأخبار؟ طب يا عم اطلع اتكلم، انت اللي كتبت المقالة، اطلع حطها قدام منك واقرا المقال وقول انا اقصد بدي كده واقصد بدي كده واقصد بدي كده عشان نولد فهم. اقل حاجة نعملها يعني نرجع تاني. ففكرة الرصيد اللي بتكلم عليه ان هو يستخدم كأداة لتحقيق اهداف يصعب تنفيذها
دلوقتي خلاص. ليه؟ الجيل اللي كان موجود في 2011 و12 و13 وكان عنده 7 8 سنين و10 سنين ساعتها، بقى عنده 20 سنه دلوقتي، ما يعرفش التجربه المريره اللي كنت انا شايف انها هتنتهي في خلال 7 8 10 سنين بالكثير لما الشباب ده يكبر. مش لان هم وحشين، لان التجربه راحت خلصت خلاص. اللي كانوا شافوا مظاهرات كل يوم وخراب للبلد كل يوم على مدى سنتين ونص، كانوا عندهم 20 بقوا عندهم يعني 33، وانت طالع بقى فوق. طب الصغير اللي 7 و8 و9 اللي ما يعرفش ده هيقول لك ايه؟ البلد دي فين؟ فين ال فين ال فين المستقبل بتاعنا؟ مش كده؟ ده اللي احنا، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. احنا بنعمل فينا ايه؟ كبيئه سياسيه، بيئه اقتصاديه، بيئه اجتماعيه، بيئه امنيه، بيئه فكريه وثقافيه، وبيئه اعلاميه، وبيئه دينيه. احنا بنحشد ده؟ ده المؤسسات لما بتكلم معاهم في المواضيع ديت، ونبقى فنان بس ما دخلش الدين معانا عشان يعني ايه؟ يعني ما يتقالش ان احنا مع الحاكم، يعني مع مين؟ والله انا ما عايزك تبقى معايا، انا عايزك تبقى معاها ولا معاها، مع الحق. الحق الرشيد، الفهم الرشيد لاي حد. انما ان احنا نبقى قاعدين ونقول البلد دي ما بتطلعش قدام ليه؟ طب ما طلعتش قدام ليه قبل كده؟ الدروس اللي احنا شفناها في تاريخنا كلنا، من الكبار فينا والصغيرين اللي ممكن نقول ان هم يقدروا يعملوا ايه، الدروس والعبر اللي احنا خدناها؟ انك تردد ما يقوله الاخرين. ما الاعمال انت بتفكر فيها ازاي؟